Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre volume. On va faire de plusieurs exercices supplémentaires. Déjà, on a tête qu'on exercice un supplémentaire ou qu'on en connaît un devoir. Et on va dans sa hon. Hédo les autres exercices, on va faire dans le chapitre. Aول exercice supplémentaire. Avant de parler de l'exercice supplémentaire, خلينا نتذكر انه نحن حكينا قبل عن قاعدات. قلنا انه عندي انا كم قاعده بالنسبه لقصه الفوليوم دو سوليد. عندي طريقتين لحتى طلع الفوليوم للسوليد، يا اما ميثود ديميرسيون يا اما كالكول ماتيماتيك. الميثود ديميرسيون بستعمل الابروفات جرادويه بثلاث مراحل، برجع بالكالكول ماتيماتيك عملنا اكزرسيس ابليكاسيون، برجع بالكالكول ماتيماتيك انا عندي اربع قاعدات، هي اول قاعده، هي تاني قاعده، وعندي قاعده السيلاندر، وعندي قاعده اخر واحده تاعت الاسفير. عملنا ابليكاسيون صغير عن الموضوع، عملنا دوز ابليكاسيون، واليوم حنعمل ليكزرسيس سوبليمونتير. ان سيلاندر a un diamètre de 32 cm ou hauteur 7 mètres. Les coups du cylindre, tallaoufi. Haïda hou cylindre, andou hauteur 7 mètres ou andou diamètre, yani men hon la hon. Ntoubou ktir hada fach. Basil kon diamètre, yan kon deux rayons, men hon la hon, 32 cm. طيب trouvez le volume en centimètre cube. Talama hou haddad li, ana mottar ani iltazem bishi li haddad li. اول شغله شو بدي اعملها، بما انه حدد لليونيتي مثل ما حكينا هذيك المره، بحول كل شيء هون، بشوف عندي سنتيمتر كلهم، لا بس عندي هيدي بالسنتيمتر، هيدي ما عندي اياها بالسنتيمتر، فلا شو بدي احولها لسنتيمتر. هيدي عندي اياها بالسنتيمتر، بخليها مثل ما هي. اوكي طيب، بس قبل كل شيء انا بعرف انه بقاعده السيلندر ما بستعمل ديامتر، انا بستعمل كلمه ريون. امنا مشكله، الريون هو ديامتر ديفيزي بار دو، اكيد اخذتوا هيدا الشيء بالمات. فاذا عندي ديامتر هي 32 سنتيمتر، يعني الريون هي 32 سور 2، يعني هي 16 سنتيمتر. معي اياها بالسنتيمتر، بخليها بالسنتيمتر. الهوتور معي 7 متر، لشو اتفقنا بدي احوله لسنتيمتر، يعني من المتر للسنتيمتر متر، ديسيمتر سنتيمتر، عندي خطوه تنتين، وعلى اليمين يعني فوا 100. برجع بقلكم انتبهوا كتير منيح، هون ما عندي سنتيمتر كوب، لانه هيدي مش فوليوم، هيدي لونغور، طول، طول الهوتور 7 متر. حولتها للسنتيمتر، صار عندي الهوتور بالسنتيمتر وعندي الريون بالسنتيمتر. تمام، شو حافظين قاعدة الفوليوم تاع السيلندر؟ نحنا بنعرف انه الفوليوم للسيلندر هي بي فوا ريون فوا ريون فوا هوتور ايغال لبي، حافظينها 3.14، الريون معاها 16 فوا 16 فهوتر، هلا طلعتها 600 سنتيمتر، حيطلع معي هيدا هو الجواب. برجع بنتبه معي سنتيمتر واحدة تنتين ثلاثة، فصار عندي سنتيمتر اكسبوزون 3. بكل بساطة هيك بعمل ابليكاسيون على قاعدة الفوليوم تاع السيلندر. تعاودوا نعمل ابليكاسيون على السفير. عندي سفير دو ريون 0.3 متر، بدي الفوليوم بالسنتيمتر كوب وبدي اياها بالمتر كوب. طيب انا معي الريون بالمتر، خلينا نبلش بالمتر كوب، بخليها بالمتر وبكتب بس القاعدة تاعت الاسفار. شو القاعدة تاعت الاسفار؟ 4 سور 3 فوا بي فوا ار اكسبوزون 3. هون ار اكسبوزون 3 يعني ار فوا ار فوا ار، بتحس حالها بتغلط تكتبهم بهالطريقة. يعني 4 سور 3 فوا بي فوا قد ايه معي الريون 0.3؟ فا 0.3 فا 0.3، أو حطها على الكالكولاتريس بارانتيز 0.3 اكسبوزون 3، حيطلع معي هيدا هو الجواب. وبنتبه معي متر، ليكو هيدا الريون بالمتر صح 0.3 متر، وهيدا 0.3 متر، وهيدا 0.3 متر. متر فوا متر فوا متر كم وحدة صاروا؟ 3، يعني صار عندي اليونيتي هي متر كوب. اوكي يلا تعوا شو بدو اياها كمان بالسنتيمتر كوب. اول طريقة فيني اعملها، امسك الريون هيدا حوله لسنتيمتر، متر ديسيمتر سنتيمتر، بضربه بصير 100، بصير 30، وبضرب 30 فوا 30 فوا 30 سنتيمتر فوا سنتيمتر فوا سنتيمتر، بيطلع سنتيمتر كوب. او في طريقة اهين، دغري الجواب اللي طلعته هون، انا هيدي اللي عملتها. شو عملت فيه؟ حولته دغري لسنتيمتر كوب. نحنا بنعرف نحول من متر لسنتيمتر، وبنعرف نحول من متر كوب لسنتيمتر كوب. متر كوب، ديسيمتر كوب، سنتيمتر كوب. واحد اثنين
على اليمين فوا 100 بمعنى عندي كوب 100 اكسبوزون 3. هيدي هي تحويلة الكوب صح؟ هذا شابترنا، احنا بنعرف نحول من الكوبات. تش ارجع عيد نفس العملية مرتين، اذا بتلاقوا حالكم بتغلطوا حولوا هيدي لسنتيمتر ورجعوا اضربوا عادي سنتيمتر فسنتيمتر فسنتيمتر مثل ما عملنا هون. بس انا بلاقي اهين علي امسك الجواب اللي طلع معي بالمتر كوب حوله دغري لسنتيمتر كوب فوا 100 اكسبوزون 3. وانا بعرف ال 100 اكسبوزون 3 انتر بارانتيز يعني كم صفر، يعني هدول الصفرين بدي اطبعهم ثلاث مرات، مرة تنتين ثلاثة يعني فوا وحتى ستة صفورة، فحيطلع معي هيدا هو الجواب. كيف طلع معي؟ زيرو فرجل تروى. بدي اضربه بشو؟ سان اكسبوزون تروى يعني ستة صفورة. يلا تعالوا نحركها، عنا فرجل اذا ما عنا فرجل بحط ايدي على الطرف هون مثل ما اتفقنا وبمشي ست مرات بحط بعبيون صفورة. هون عندي فرجل بمسك الفرجل بمشيها بمعنى انه عندي فوا، لوين بمشيها؟ بمشيها على اليمين ست مرات، واحد اثنين ثلاثة اختفت الفرجل، أربعة خمسة ستة، هدول الفضل ولا حالهم بعبيهم شو؟ زيرويات. فشو حيصير عندي الجواب؟ حيصير عندي هيدا هو الجواب بالسنتيمتر. فإذا هون عندي دو ميثود، بعد ما طلعت القاعدة بالمتر كوب فيني دغري حول من المتر كوب للسنتيمتر كوب. بس هون بدي انتبه انه عندي كوب مش مثل قبل دغري بضرب عادي فا زيرو واحد، لا هون عندي كوب بدي احط كوب مثل ما عملت انا هون. او شو فيني اعمل؟ فيني اعمل امسك الريون اللي معي اياها 0.3 متر، بكتب 0.3 متر بحولها لسنتيمتر، مش لسنتيمتر كوب، لسنتيمتر من المتر، ديسيمتر سنتيمتر، واحد اثنين يعني فوا 100. ما في اكسبوزون 3 هون لانه بس سنتيمتر ما في كوب، فوا 100 صارت 30 سنتيمتر. برجع بروح على القاعده بقول فوليوم ايجال 4 سور 3 فوا بي فوا ريون فوا ريون فوا ريون 4 سور 3 فوا بي فوا دي ريون 30 فوا 30 فوا 30 كلهم سنتيمتر. بيطلع عندي الجواب بالسنتيمتر، سنتيمتر فوا سنتيمتر فوا سنتيمتر، سنتيمتر كوب. هيدي دوزيام ميثود، فيكن اذا بدكن تشتغلوا عليها. هيدي دوزيام ميثود اوكي، بنحول الريون من المتر للسنتيمتر، بنرجع نضرب 30 سنتيمتر فوا 30 سنتيمتر فوا 30 سنتيمتر، فاذا صار عندي سنتيمتر كوب. او مثل ما انا عملت بكفي اني طلع الجواب بالمتر كوب ودغري حوله لسنتيمتر كوب فوا 100 اكسبوزون 3. هدول هن دو ميثود فيني استعملهم بهيدي القاعده بهيدا الاكزرسيس. وانا قبل هلا مرق معي هيدا الشيء بالاكزرسيسات اللي قبل. هيك كون خلصنا الاكزرسيس سوبليمونتير، عيدوا كذا مره لانه تريز امبورطون، هو واللي قبله واللي قبله هو ماكسيموم اللي بيجي، وكتير هينين اذا فهمتوا فكرة التحويلات. وميرسي بوكو بوفو.